ملاحظة لابد منها. العنوان: الجامعة اللبنانية ثمرة نضال الطلاب والأساتذة، والأصح أن نضيف والمجتمع المدني بقيادة المناضل مصطفى العريس النقابي المعروف الذي ساهم معنا في نضالات الأولى لإنشاء الجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية تاريخها غني، أعطى المجتمع اللبناني خيرة مثقفيه ومناضليه، وهذا تدرج من كون الجامعة اللبنانية ضرورة وطنية. مثل ما هو معروف، انعقد المؤتمر الثالث للأونسكو في بيروت في قصر الأونسكو الذي صمم خصيصا لهذا المؤتمر، والجميع يعرف أين هو قصر الأونسكو اليوم. فالجامعة اللبنانية تدرجت من الشعور بضرورة إيجاد جامعة وطنية، خاصة بعد ما استضافت المؤتمر الثالث للأونسكو. استغرب مندوبي المؤتمر الثالث للأونسكو من تخلف لبنان في إنشاء الجامعة اللبنانية، خاصة وأنهم يدركون أن للبنان تاريخ عظيم كونه معلم الحرف وباني أهم مدرسة للحقوق في التاريخ القديم، وكون أهله يجدون عدة لغات أجنبية وخاصة الفرنسية والإنجليزية، مما دفع وزير خارجية لبنان حميد فرنجي بأن يرد على هذا الاستغراب بأمل أن يرى في قصر الأونسكو جامعة لبنانية تكون روحها من روح الأونسكو. تدرج الحاجة إلى الجامعة اللبنانية. في عام 1949 رأت وزارة التربية الوطنية ضرورة إيجاد معلمين لمرحلة شهادة البروفيه، فأنشأت لهذه الغاية مرحلة تكميلية في دار المعلمين الابتدائية، مما طرح الحاجة إلى أساتذة لهذه المرحلة. هذا ما رفعه المسؤولون عن الدار الدكاترة خليل الجر وأحمد مكي وقيصر الزميل إلى دولة رئيس الوزراء رياض الصلح، الذي تفهم الموضوع بشكل أعم وأشمل. لقد أورد أحمد مكي في مذكراته عن لسان صلح: نحن في لبنان أنشأنا الدولة ولم ننشئ الوطن، وما دام الحديث عن التربية فالصحيح أننا حققنا الاستقلال، وهذا لا يعني أننا صرنا قادرين على وضع أيدينا على الجامعتين الأمريكية والفرنسية، لا نقدر على ذلك، ولكننا قادرون ونحن مستقلون أن ننشئ جامعة لبنانية نمدها بكل شيء لتؤدي على أحسن وجه كل ما تؤديانه للبنان وإلى البلاد العربية. الوعود بقيت حبرا على الورق. إذن الحاجة الماسة إلى أساتذة بمستوى تخصص جامعي، وكذلك الحاجة إلى موظفين أكفاء، دفع ببعض المسؤولين المخلصين إلى التفكير بضرورة إنشاء جامعة لبنانية، ولكن بين التفكير والتنفيذ مسافة وعوائق لم يستطيعوا تخطيها. كل الحكومات المتعاقبة درجت على الوعود في بياناتها الوزارية إلى ضرورة تغيير المناهج والبرامج التربوية وتطويرها، وإلى تعميم تعليم الابتدائي المجاني، ولكن هذه الوعود بقيت حبرا على الورق إلى أن فرض تطبيقها بندا نضال الطلاب والأساتذة، وبدعم مطلق من القوى التقدمية والعمالية والهيئات الشعبية كما سنرى. الحركة الطالبية لم تتأخر في وعي دورها في النضال من أجل الاستقلال والجلاء. من أجل ذلك أسست أول منظمة طالبية في لبنان اتحاد الطلاب العام، لينظم صفوفها تدعيما للاستقلال والحصول على حقها في العلم والرقي وتأمين المستقبل. ولدت أول نواة للجامعة اللبنانية في عهد بشارة الخوري،
وبعد تظاهرات دموية استشهد خلالها القائد الطلابي فرجال لحنان رئيس اتحاد الطلاب العام والقائد الشيوعي البارز. وفي العهد الثاني وبدل أن يعير الجامعة اللبنانية الفتية انتباهه قام بختم مقرها بالشمع الأحمر. وقت اللي كان فؤاد الترك وكريم مروي مندوبي الطلاب يقابلون كميل شمعون بالقصر الجمهوري ويطالبونه بتدعيم الجامعة اللبنانية، في نفس الوقت كان زبائنه يختمون بالشمع الأحمر الجامعة اللبنانية. وبعد أن أسقط الشعب اللبناني شمعون ومشاريعها المرتبطة بالأحلاف العسكرية، جاء عهد فؤاد شهاب الذي أولى الجامعة اللبنانية كل اهتمامه منذ العام الأول لاستلام السلطة، حيث أصدر مراسيم إنشاء كليات العلوم والأداب والحقوق والعلوم الاجتماعية، مما كرس عمليا قيام الجامعة اللبنانية. كل العهود التالية أهملت الجامعة اللبنانية، ولكن نضال طلابها وأساتذتها المدعوم بأوسع تحرك من طلاب وأساتذة الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والنقابات العمالية والأحزاب التقدمية قد نجح في انتزاع قوانين وأنظمة ومكاسب جعلت من الجامعة اللبنانية قبلة أنظار طلاب لبنان والعالم العربي. أود أن أشير هنا إلى أن الرئيس فؤاد شهاب، وليس سرا، كان يستقبلني كل أول أربعة في الشهر لنتحدث عن الجامعة اللبنانية ومطالبها، وهذا مدعاة فخر لي. إن إنشاء بعض الكليات والمعاهد النظرية مع أهميته لا يزال بعيدا عن المقومات والمهمات المتوقعة من الجامعة، إذ ينقصها إنشاء كليات تطبيقية من هندسة وطب وغيرها. إنشاء هكذا كليات لم يكن واردا في برامج الحكومات المتعاقبة ولا في ذهن الرئيس الثاني للجامعة الدكتور فؤاد إفرام البستاني. كل همهم كان أن لا تغضب الجامعات الأجنبية ومن هم وراءها من قيام كليات تطبيقية تضارب على الموجود من كلياتها. من هنا كان المطلب الأول الملح للحركة الطالبية إنشاء كليات تطبيقية من طب وهندسة، ثم أن وجود كليات ومعاهد يتطلب قانونا للجامعة ينظم هيكليتها الإدارية والأكاديمية والمالية ويعطيها الاستقلالية والشخصية المعنوية. فكان مطلب أهل الجامعة الثاني قانون تنظيم الجامعة، ومن ضمنه الإقرار بمجالس تمثيلية تشرك الأساتذة والطلاب في إدارتها. إن وجود الكليات والمعاهد يعني المزيد من الطلاب والأساتذة والإداريين، وجود المزيد من الأبنية، وهذا يستدعي وجود المزيد من الأبنية ومواقع للدراسة والمنامي والنشاطات المنوعة. أما الموجود من الأبنية والسكنات من مخلفات الجيش الفرنسي فإنه غير كافي وغير صالح ليستقبل مؤسسات جامعية. من هنا كان المطلب الثالث المحق بناء مدينة جامعية. هذه المطالب رفعتها الحركة الطالبية في وجه السلطات المتعاقبة، وتمكنت من تحقيق معظمها مطلبا وراء آخر، نتيجة لخوضها نضالات متنوعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات شارك فيها دعما كل طلاب وأساتذة جامعات لبنان، إضافة لتأييد نقابات العمال والأحزاب التقدمية، مما فرض على المسؤولين التجاوب واتخاذ قرار إنشاء المدينة الجامعية وتخصيص الأموال لشراء الأرض ووضع التصاميم في تنفيذ التصاميم ثم تنفيذ المرحلة الأولى ببناء كلية العلوم عام 1969. هنا يجب أن أذكر أن الدكتور حسن مشرفية عميد كلية العلوم قدم الأرض مجانا إلى الجامعة اللبنانية، وأن الجامعة استخدمت قسما منها، وميليشيات الأمر الواقع استخدمت أكثر من نصف القسم الباقي،
ومن زمن غير بعيد أحد زعماء الميليشيات استخدم تعبير أنه أهدى الجامعة اللبنانية القسم الذي كان قد استولى عليه. هكذا غدت الجامعة اللبنانية صرحا وطنيا يمد الوطن بالموظفين وبأساتذة التعليم الثانوي والجامعي وبأهل الفكر والثقافة، كما أخذت تغني الحياة السياسية في البلد، إذ أن النضال الطويل من أجل إنشائها وتطويرها بلور تيارات فكرية وثقافية مثل حضرتكم تلاقت مع التطلعات الشعبية في العمل من أجل بناء دولة عصرية ترسخ الاستقلال لمصلحة الشعب الكادح وجميع اللبنانيين. إلا أن الأحداث اللبنانية وقعت عام 75 وقطعت أوصال الوطن، ومعها قطعت أوصال الجامعة اللبنانية، فنبتت فروع الأمر الواقع في الشرقية أولاً وانتشرت تباعاً في كل المحافظات اللبنانية، مشكلة غيتوات جامعية مقفلة تتحكم فيها قوى الأمر الواقع من الميليشيات الطائفية والمذهبية. البداية كانت في 30 حزيران 77 عندما أصدر كميل شمعون مرسوم التفريع رقم 122 الذي يقضي بتشريع فروع للجامعة في كل المحافظات ويسمح لرئيس الجامعة بأن ينوب عن مجلسها إذا تعذر اجتماعه. وتباعا ومع تقدم الحرب وعلى وقعها صدرت المراسيم التي عطلت قوانين الجامعة وصادرت استقلاليتها المالية والأكاديمية والإدارية، وأعطت رئيس الجامعة وعمليا وزير التربية الوصي عليها ومن ورائه حرية تسيير أمور الجامعة بما فيها تعيين الأساتذة والموظفين. زاد في تأزم مسار الجامعة تضاعف عدد طلابها مع مضاعفة مجالات الاختصاصات وما سيتبع ذلك من ضرورة مضاعفة الكادرات العلمية والهيئات الإدارية والمباني الجامعية وكذلك مضاعفة ميزانيتها. ولكن حكومات الطائف المتتالية قد عملت عكس ذلك. فؤاد السنيورة وزير المالية بالوكالة ثم بالإصالة ثم رئيس الوزراء وباسم التقشف وعصر النفقات أجرى تقليص ميزانيتها الشحيحة أصلاً، بحيث تحولت إلى ميزانية أجور ورواتب مما هدد قدرتها على الاستمرار في القيام بمهمتها الأكاديمية ومنها الأبحاث العلمية والبحثات وحتى الإدارية. مع ازدياد أزمة حكومات السلم الأهلي ما بعد الطائف التفتت هذه السلطات إلى الجامعة اللبنانية ليس لمساعدتها بل لأنها وجدت فيها مرفقا عاما مهما للتوظيف تحشر فيها الأزلام والمحاسيب، ووجدت في تعطيل ما تبقى من قوانينها وأنظمتها فرصة للتخلص من المجالس التمثيلية واستقلالها كمؤسسة، مما يسهل الوضع اليد عليها وتحويلها من صرح للعلم إلى دكان يتقاسم المسؤولون فيه النفوذ ويتناتشون الحصص باسم التوازن وحقوق الطوائف. قد يكون هذا التوازن مقبولا في التعيينات الإدارية، أما أن يكون توازنا طائفيا بين أساتذة العلم فهذه بدعة لم يسبقهم إليها أحد في العالم. دكتور في الرياضيات مثلا تصبح كفاءته في انتمائه لهذه الطائفة أو تلك أو عبر ولائه لهذا الزعيم والباك أو ذاك. هكذا أصبح لكل زعيم تيار سياسي يضاف إلى الأحزاب والحركات الطائفية الميليشياوية التي أوجدتها الحرب اللبنانية، فيحتدم الصراع أو يقوم التحالف فيما بينها وفقا لتحالف أو تضارب مصالح قياداتها. نتيجة لذلك تعطلت الحياة النقابية
وأصبحت رابطة الأساتذة المتفرغين متفرغة لغير مصالح الجامعة إلا قلة منهم، وإذا رفعت مطلبا فأما رفعا للعتب أو للضرورة القصوى. أما الحركة الطالبية وهي كانت الأساس في نشوء الجامعة اللبنانية فهي في وضع مزر، إذ أن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية أصبح في خبر كان، ولا توجد في الأفق إمكانية لإعادة إحيائه، لأن الطلاب كما البلد منقسمون طائفيا ومذهبيا، ولا توجد إرادة توحيدية لدى مختلف القوى المهيمنة على قرارات الطلاب، علما أن الحركة الطالبية لم تكن منذ اندلاع الأحداث عام 75 بأي تحرك يهم شؤون الجامعة، وكأن اهتمام الطلاب تحول من هموم العلم وتأمين المستقبل إلى هموم دعم وأبراز قوة هذا الحزب أو ذاك التيار، كما هي مواقف عامة الناس الذين نسوا فقرهم وتعطيرهم، ولم يعد يشغلهم سوى دعم زعماء طوائفهم في تقاسم جبنة الحكم. أزمة الجامعة اللبنانية هي أزمة النظام اللبناني، هكذا هو تاريخها من أزمة إلى أزمة. لقد ولدت فرضت نواتها الأولى دار المعلمين العليا في ظل أزمة فساد الحكم في العهد الاستقلالي الأول، واستمرت على الرغم من الشمع الأحمر في العهد الثاني القمعي، وانتعشت في ظل العهد الثالث الإصلاحي وفي الستينات والنصف الأول من سبعينات القرن المنصرم، تقدمت مع تقدم الحركة التقدمية طلابيا وشعبيا، وتفرعت مع تصميم البلد في الحرب الأهلية، وتشرذمت مع تشرذم أهل الحكم بعد الطائف. وشكرا.